السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا كنا في متحف الزراعي، فقابلنا باشمهندس إبراهيم، فهو بيشرح لنا نظام الزراعة بالجرين وول. هنبدأ نشوف. باشمهندس اتفضل، حضرتك اشرح لنا النظام ده. هنا نظام الجرين وول بيبقى عبارة عن علب بلاستيك نقدر نسطبه مثلا على أي حيطة، حيطة البلكونة، على أي حيطة مثلا حضرتك عايز تزرع فيها ورد، أي زرع. حضرتك هنا زرع وينكا صح؟ بالظبط، دي وينكا بيتم فيها، احنا بنركب العلب البلاستيك ديت، وكل علبه بيبقى فيها جواها العلبه اللي فيها شايله فيها البيت موس او فيها التربه بتاعتها البيئه تمام. والشتله كمان بنسطب فيه هنا الري اللي فوق، انا شايفه هنا بيبقى ري تنقيط. هو هنا يا باشمهندس الري بيبدا ينزل في اول واحد عندنا، بعد كده بيبدا الميه الزياده تنزل في اللي تحت. كل العلب فيها فتحات من تحت بحيث انها توصل الري للعلب اللي تحتها. ومن الاخر خالص في الاخر خالص هنيجي نبص كده هنلاقي في ماسوره الصرف هنا اللي هي لونها ابيض، دي بترمي عندنا في خزانه هنا ميه تاني. تمام بالظبط. طيب هو ده يعني ده اللي بنفضله مثلا لو حد عايز يزرع فوق السطح مثلا، ولا بنفضل اللي هو الهيدروبونيك في السطح في بلكونه في اي مكان؟ ممكن تستخدم مثلا خزان صغير بيطلع بيروي النظام ده، وبرده الميه بترجع للخزان. خزان صغير ده يعني مش كبير، يعني ممكن برمي الميه صغير يعني على قد الوحده، يعني ممكن خزان زي ده يبقى خزان مثلا 50 لتر 60 لتر بكتير ماكسيمم مثلا، ونبتدي نحط فيه تايمر للمضخه الخاصه بيه. تمام، مش شكرا يا باشمهندس، شكرا.